شريف وقفشة اتنين من نجوم النادي الاهلي، اخذوا مع الاهلي بطولات كبيره، اتنين من نجوم المنتخب الوطني، فجاه مش يعني موجودين مع موسيماني على فترات. دي وجهه نظر فنيه، وجهه نظر الراجل نفسه بعد. وجهه نظرك انت. انا الراجل انا حاسس ان الراجل عايز يثبت يعني وجهه نظره. يعني كابتن وكابتن عماد متعب امبارح قالوا لي مش من الطبيعي ان مكسون ياخد بيرستو ياخد كل الفرصه دي ومحمد شريف وقفشه. بص يا كابتن سيف يتعاملوا كده المدربين الاجانب اللي موجودين وصفقات رأي الناس الفنيين المختصه. المدربين الاجانب يا كابتن سيف اللي لما يكونوا هم جايبين لعيبه معينه ولعيبه هم عارفينها بيحاولوا دايما وابدا دايما وابدا انهم يفرضوا او يثبتوا للناس ان وجهه نظرهم صح وان اختيارهم صح. فبالتالي الراجل لما لقي مكسوني وبيرستو مش قادرين ان هم يكسبوا ثقه الناس او يبان ان هم صفقات كبيره جدا فاضطر ان هو يديهم اكتر. كانت النتيجه ان محمد شريف بعد، كانت النتيجه ان قفشه برده مش موجود بشكل كبير جدا، وده اللي حصل. مش موسيماني بس اللي عمل كده، في مدربين كتير جدا كانوا بيجيبوا لعيبه اجانب ويفرضوها على بشكل اساسي. موسيماني لا، موسيماني بيحاول بقدر الامكان يثبت ان هو وجهه نظره صح في بيرستو ومكسوني. بقول لك يا عمرو فبتيجي تدير الحلقه مش عارف ده يا كابتن. لا والله يا عظيم، لا وانت بتقول احنا بنتكلم دلوقتي على موسيماني، يعني انت بترد وتقول وجهه نظرك ومتحدد. بص يا كابتن سيف، اتفضل. احقاقا للحق يعني موسيماني المفروض ان نعدل في السؤال يا كابتن سيف، انا هشتغل بدل حضرتك. هنعدل في السؤال ان هو المفروض ما نقولش محمد شريف، نقول حسام حسن. حسام حسن ما يلعبش ليه؟ خد يعني ما خدش واحد من مليون من الفرص اللي خدها. بس انا هقول لحضرتك في فرق ان لما اقول حسام ان هو ادى فرصه لبيرستو ما اداش فرصه لحسام، الاثنين محتاجين تشافوا. انا قارنت شريف بقفشه لان الاثنين عندهم تاريخ. الاثنين عندهم ارقام كبيره، الاثنين عندهم بطولات، الاثنين عندهم لقطات كبيره ومهمه ولاعيبه كويسه. اللعيبه دي راحت فين؟ هو ده عشان كده بنسال. لكن انا اللعيبه دي بقى راحت فين بالظبط؟ ما هو خلص. هو يعني انا جاي لك حضرتك. فاللعيبه دي هتبقى موجوده، بس انا اعتقد ان هتحصل احلال وتبديل كبير جدا في الفرقه. يعني انا متوقع ان اللعيبه دي اتظلمت. طبعا اتظلمت طبعا. استاذ عمرو، عمرو قال ايه؟ الاحلال وتجديد ليه لما اتظلمت؟ لا انت عمرو انت قلت ايه؟ مين اللي قفشه الثاني؟ قفشه ومحمد شريف. عمرو قال لك ايه؟ لو كان الاهلي بدا بالتشكيل ده كان هيبقى كده. فالتشكيل اللي عمرو بيقول عليه ده كان فيه مين؟ فيه قفشه وشريف وفيه محمد شريف. فبالتالي طب انت شايف افضل من تشكيل بدايه؟ انت شايف ان هم اتظلموا؟ طبعا اتظلموا جدا. وبعدين قفشه اتظلم لان بقى له فتره طويله بيلعب مش في مكانه، لما بياخد فرص ما بيلعبش في مكانه، وكمان مطلوب منه مهام مش بتاعته اصلا، فبالتالي مش عارف يظهر بالشكل اللي مطلوب يظهر بيه. فانت ظالم قفشه وهو لعيب كويس جدا ممكن يعمل معاك فارق. محمد شريف هداف وكان هداف كويس جدا وكان بيسحب الفرقه ولعيب سريع كان ممكن يفرق معاك، لكن طبعا الفرص اللي بياخدها بيرستو فرص كتيره جدا ومبالغ فيها. وهو موسيماني مشكلته ان بيحبه يكره بصراحه، يعني دي مشكله، ودي مشكله كبيره عند اي مدرب بيحبه يكره، ان بيظلم لعيبه كتير جدا وبيخرج لعيبه كتير جدا بتبقى واعده وفرق ويعني بتفرق مع الفرقه، هو بيخرجها فبيخليها تخرج بره الفورم او بتفقد ثقتها في نفسها. كلامه ده ينطبق على كهربا في الحب الكور ولا كهربا ممكن يرجع؟ ما كهربا كان ضحيه برضو اللي هو اثبات بيرستو والكلام ده كله ده. فهو لما جه بيرستو وجه مكسوني الراجل ضحى بكهربا وضحى بمحمد شريف، وابتدى لما ظهر احمد عبد القادر وابتدى ياخد شعبيه راح ضحى بقفشه. المدرب الكويس هو اللي يقدر يوظف الخطه على امكانيات اللعيبه عنده. بقى مش كويس دلوقتي، ما انت كنت بتقول ده عبقري. هو عبقري بالارقام والبطولات عبقري. الله. فبالتالي انا شايف يعني مثلا زي احمد عبد القادر، احمد عبد القادر امبارح قدم اقل اداء ليه مع النادي الاهلي، اقل مباراه قدمها مع النادي الاهلي. ومش عايز اقول لك كمان كان نقطة ضعف كمان، يمكن كان في عملية الاستحواذ، عملية الاستلام والتسلم، لا كان صعب جدا. يعني لو كان قفشة بدأ المباراة بدل أحمد عبد القادر الوضع كان اختلف بشكل كبير جدا. النادي الأهلي ما هددش الوداد. كهربا هيرجع الأهلي؟ نعم هيرجع. هيلعب في الأهلي؟ هيلعب في الأهلي. أستاذ عمرو، لا كهربا موقفه صعب طبعا. أولا كهربا عنده قرار من المحكمة الرياضية بان لازم يسدد الفلوس اللي عليه، يا اما هيتم ايقافه. فما اعتقدش، انا اعتقد كهربا مش هيرجع النادي الاهلي، صعب جدا يرجع.
اعتقد ان موسيماني حتى لو رجع هيلاقي في وشه موسيماني فمش هيلعبه فمش هيديله فرصه. واعتقد ان كمان موسيماني هيكتب في تقرير انه مش عايزه فهيطلعوه اعاره تاني، ده في حاله ان حل مشاكله الماليه والكلام ده، يعني ده موضوع وحده، حل المشاكل الماليه ده موضوع وحده. فكهربا اعتقد ان مستقبله مع النادي الاهلي مستقبل صعب، يعني هو دخل النفق الضيق. يعني يرجع لك في الاهلي ولا هيطلع اعاره تاني؟ هيطلع اعاره تاني مؤكد، لان في وجود موسيماني. طب ايه اللي اختلف؟ ايه اللي جد؟ يعني ايه اللي جد يخلي موسيماني يقول انا عايز كهربا وهلعبه؟ ممكن لعيبه ترحل في نفس المركز، ممكن لعيبه في نفس المركز ترحل، فبالتالي يبقى محتاجه في المركز ده في عدد كبير جدا. ماشي، لو مشوا اتنين من المركز ده هيبقى محتاج كهربا. اتنين؟ اه.